مبادرة تهدف إلى حفظ هذا التنوع وصيانته والارتقاء به وتثمينه، كما أنها مبادرة منفتحة لا تؤسي أحدا. ائتلاف طنجة للثقافة والفن والإعلام بمثابة مخاطب جمعوي مدني لدى هذه الهيئات يضطلع بالاقتراح بتتبع السياسات المتخذة بتقييمها من أجل تعزيز تموقع هذه المدينة والجهة ككل من ناحية الثقافية والفنية والإعلامية والإسهام في إشعاعها والمساهمة في مواكبة السياسات المتبعة المتخذة من أجل الارتقاء بالجهة. اليوم نحن إزاء مبادرة نوعية تكرس مبدأ الشراكة بين المجتمع المدني والهيئات المنتخبة والسلطات العمومية. ميلاد ائتلاف ثقافي فني إعلامي هو محاولة أولا لتخليق العمل داخل هذه الدينامية المجتمعية اللافتة للنظر. ثانيا، ميلاد هذا الائتلاف هو تعبير عن كيفية حب الوطن، فحب الوطن ليس شعارات، ليس ملفات مطلبية، ليس قصيدة حماسية، بل وليس تاريخ وليس جغرافية، ليس حدود. حب الوطن هو مسألة وجود، ووجود المغاربة اليوم يرتبط بكيفية ترتيب هذا البيت الذي يسمى المغرب، إلى جانب السياسة العمومية والدولة، إلى جانب الهيئات المنتخبة وكل الجماعات الترابية، حتمية ريادة المجتمع المدني من أجل المساءلة، من أجل التقييم، ومن أجل رصد العيوب والكبوات للدولة للجماعات، وكذلك ضرورة محاسبة ومراقبة صرف كيفية دعم العمومي لجمعيات مختلفة كثيرة. كذلك هذا الائتلاف يطمح إلى الصون وحفظ المسألة الاجتماعية بالنسبة للفنان، بالنسبة للإعلامي، بالنسبة للكاتب، بالنسبة للمثقف الذي يعاني في صمت ويعيش كلام الوجود من دون طرق الأبواب.